تتصاعد رغبة المشاركات الانتخابية بهدف التغيير الجذري وضخ الدماء الجديدة في البرلمان العراقي. جامعات تحتفل بطلبتها المتفوقين وتحثهم على ضرورة أن يكونوا جزءا من التغيير، وأوساط أدبية وإعلامية ترى إن الفرصة كبيرة جدا لإنصاف العراقي واختيار من يستحق تمثيله نيابيا. غياب الثقة لدى المواطن بالطبقة السياسية، غياب الثقة بالمنظومة الحاكمة كاملة، هذا الشيء أكيد راح يرجع ثقة للمواطن أنه ينزل للانتخابات، باعتبار أن هناك خلينا نقول مراقبة دولية واهتمام دولي بشأن انتخابات العراق. لربما هو يعني نقطة تعتبر نقطة تحول باتجاه الأفضل في العملية الديمقراطية العراقية. تعرف أنت اليوم المواطن العراقي فقد الثقة بالعملية الديمقراطية بصورة عامة، لكن هو محتاج إلى أشخاص يساعدوه يعني على إعادة هذه الثقة. التواجد الأممي في العراق يعزز الموقف المدني وتأمين الساحة الانتخابية من الخروقات والمضايقات الحزبية. فجولة بلاسخارت في محافظات العراق ما هي إلا دعوة بضرورة الزحف الشعبي لإزاحة الصخور الحزبية التي عادت الكرة بشعارات غير متحققة على أرض الواقع. راح ينطي تعزيز اكثر ودافع اكثر للمواطن بانه راح يكون انتخابات نزيهه شفافه اكثر. المواطن اصبح يحب يشوف شيء ملموس. اليوم انا من اشوف مراقبين دوليين على الانتخابات، وجودهم موجود ينطي دافع ايجابي اكيد اكيد، يعني تكون زياده نسبه المواطن لثقه الانتخابات اكثر من 70%. ساعات قليلة لإعلان العرس الانتخابي وتحضير شعبي مدني بمثابة انتقام حازم ممن سلبوا الحقوق وأراقوا الدماء وقتلوا الاقتصاد على مدار الأعوام 18 المنصرمة. تواجد أممي، تحصين أمني، رغبة شعبية بالتغيير، عوامل تمتزج لتشكل الأمل الأخير بالنسبة للشعب العراقي بالتغيير الجذري خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. من البصرة كان تقي، قناة التغيير.